المقدمة هي اللي ايوه كده بس هتبدأي بقى امال انت بتقعد صلاح في صلاح قاعدين عملنا له سمكة هو وتريزيجيه عشان حبا فيه الراجل كويس الناس جاهزة خش يلا اللي يصلي على النبي يكسب صلاة النبي تزيدنا مكسب طبعا يا جدعان انت عارفين الماتش بتاع المنتخب يوم الخميس وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اللي بيعملوه في ابو صلاح هيطلع على دماغهم اه طبعا هم ليه ابو عندي النهارده سمكه ابو صلاح ودريزيدي ايوه طبعا بحب مفيش حد ما بيحبش ابو مكه ابو مكه ده اللي مصيدنا في الدول العربيه كلها واللي يصلي على النبي يكسب وصلاه النبي زدنا مكسب اهو الله في علم الغيب بس ان شاء الله 3-1 ان شاء الله وهتقول حنان قالتها باذن الله ان شاء الله بس يفكهم شويه من ابو صلاح يا شيخ يا عصروا الراجل يا حول الله يا رب ايوه طبعا يا عيني يا حول الله يا رب حرام يعني يا الراجل يعني بيعامل ضميره وبيصلي وانتوا مش عاوزين الجد اول ما تبص تلاقوا له عدد شهر تمسكوه تعصروه عصروه اه يعني لما كان بيديكم ما كانش بيتعصر دلوقتي بقى بيتعصر احنا دلوقتي عايزين نقف جنبه وهو رجليه وجعاه سمكه اسمها ايوه طبعا سمكة اهو تريزيدي اي اي هات يا حسن هات السمكه بتاعت ابو صلاح دي اي السمكه القيمه كده اللي ايه مش عندها ايوه دي الحمراء دي اي يا معلمه جايه منين السمكه دي لاين هيد بص اهو احلى سمكه تسمى باسم صلاح ايوه طبعا احلى سمكه في الدنيا عشان هو اغلى من اي حاجه في الدنيا ايوه واللي يصلي على النبي يكسب السمكه دي السمكه دي امها من الصين لكن احنا اللي مفرخينها هنا عشان تعرفوا ان المصريين هم اللي بيبدعوا المصريين هم اللي بيعملوا السمكه دي ب 100 جنيه المصريين هي اللي بتبدع يعني ابو صلاح ده ايه مش مصري ما تجوش عليه بقى ما تجوش عليه عشان ده ابو مكه يا جدعان حبيب الجميع وان شاء الله لا بينتقدوا فيه ليه بقى ليه ايوه عشان هو ناجح لكن لو هو مش ناجح معلش يعني يا عم صلى على النبي الشجره المثمره بتتلقح بالطوب احنا بنقول كده بالفلاحي اه بص النهارده انا كنت عامله عروض علشان خاطر محمد صلاح وعشان خاطر تريزيديه وان شاء الله يكسبوا الماتش باذن الله والعروض دي ان شاء الله لما مصر تكسب يوم اهو بص بعد السمكه ام 100 جنيه ب 75 جنيه بس اهو اهو بعد ام 100 جنيه ب 75 جنيه ايوه طبعا اهو عامله عرض على السمك والله اهو عامله عرض على السمك المستورد والمشوي ب 100 جنيه ب 75 جنيه بس واللي صلى على النبي يكسب 75 والسمكه اهو انا يا جدعان ب 50 جنيه 3 ب 100 عشان خاطر ابو صلاح ابو مكه يا جدعان اهو ابو صلاح قلبي ايوه طبعا مش قلبك انت بقى قلب كل مصري بيدق ايوه طبعا محبوب موعدنا يوم الاحد الاحد ولا الخميس الاحد يبقى في عروض جامده يوم الجمعه ان شاء الله لما مصر تكسب وان شاء الله مصر هتكسب ان شاء الله مصر هتكسب بص العروض عندك ال10 ب 75 بدل الواحده ب 10 ال10 ب 75 لازم ندمر الاسعار عشان نشجع الفريق ونشجع ابو صلاح اللي انتوا حطيتوه تحت الارض ومش ده اللي اتحط تحت الارض ان شاء الله هو فوق الاكتاف بتشال هو فوق وهيفضل طول عمره فوق ايوه ان شاء الله هنجيبها بالطول بالعرض ان شاء الله هنجيب غنى في الارض باذن الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله احنا طول ما نيتنا صافيه ان شاء الله هنكسب باذن الله بس بس عايزين ايه نخف شويه نخف شويه على الراجل الطيب الراجل اللي واقف جنب المصريين جايين جنب اللي واقف جنب المصريين وتعملوا معاه كده محمد صلاح ايوه طبعا محمد صلاح قلب مصر كلها قلب مصر كلها والدول العربيه ايوه هو ده وانا اللي بقول لك ايوه طبعا امال ايه ايوه ايوه تعالى بقى شوفها على التلفزيون تمام ايه رايك 100 100 ايوه طبعا امال ايه مصر هتفوز كام ان شاء الله 2-0 ان شاء الله طلع على النبي ايوه طب مصر هتفوز كام مصر هتفوز كام ان شاء الله تعالى يا ابني مصر هتفوز كام مصر هتفوز كام على غانا 2-0 ان شاء الله 3-0 الله الله عليك يا حبيب ولد الله عليك يا حبيب والديك يا ايوه بتقول لك ايه بتقول لك بتبقى عروض وهميه لا يعني ايه صلى على النبي صلى على النبي اللي يقول لك عروض وهميه اقول له تعالى وجرب وانا واقف اهو
بس مالكش عند اكتر من كده. اللي يقول لك عروض وهميه انت واقف اهو ما بعتش للزبون وانت واقف كده يبقى دي عروض وهميه. لا طبعا ما حدش بيبيع بالاسعار دي، انا اللي ببيع اقل مش عارف. مش غرور، لا انا بحب ابيع كتير واكسب قليل. الانواع دي كمان يا معلمه ما حدش بيعرف يجيبها. لا طبعا الحمد لله كل الانواع موجوده عندي النهارده، بس انا عشان تعبانه وعندي برد، بس بقى انا بحب ابو صلاح فقلت لازم اصور عشان خاطره. ايوه عشان يخفوا على ابو صلاح شويه. ايوه عشان تكسبوا، ما لو ما جالكوش واحد زي دون انتوا مش هتكسبوا. ليه بقى؟ هو ودريزيدي. ايوه واحد المغرب بيقول لك بنحبك وبنشوفك على طول، وان شاء الله مصر والمغرب يقفوا في النهائي ان شاء الله باذن الله. ومصر لا عشان احنا هنخسر اهو. لو المغرب لعبت هنخسر. بيقول لك لو المغرب لعبتنا هنخسر. ليه؟ هنخسر من المغرب. لا لما نوصل للنهائي بس الاول وبعدين نوصل للمغرب ان شاء الله باذن الله. هو واحد ثاني اهو. اسمك ايه؟ هتكسب كام؟ اسمه عبد الله. اسمك ايه؟ عبد الله. اسمك ايه؟ عبد الله. اسمع عبد الله، مصر هتفوز كام؟ 2-0. جدع عبد الله. ان شاء الله كل الناس متفائله وان شاء الله فرحانه، بس فرحانين هنفرح برجوع ابو صلاح بس. ايوه من غيره اه طبعا. مش انا بس، قلت لك مصر كلها. مصر كلها اه. وان شاء الله تريزيديه برضه ان شاء الله. ان شاء الله امام عاشور هيحط جون. ان شاء الله امام عاشور بقى اه. ان شاء الله امام اهو. عايز ايه تاني بقى؟ الله اكبر الله اكبر. كل الزبائن اللي واقفه دي جايه العرض. أوه. يعني ده لو مش العرض الراجل هيشتري ده كله؟ هيشتري ده كله اللي مسفر المنيا؟ اه اللي مسفر المنيا ده زمان. والله مسفر المنيا. ايوه حب الناس ليك بقى طبعا. تعالي هنا حب الناس ليك طبعا. انا شايفه سؤال في عينك كده هاني نفسك تسالوني من زمان. اه نفسك تقول لي يا ترى الشغلانه دي واخداها وراثه ولا انت اتعلمتها ازاي؟ لا انا الشغلانه دي كنت شغاله في محل سمك زينه وتعلم من 40 سنه من زمان. ايوه بس انت آه. بتحب تريزيديه؟ ايوه طبعا. اسمه تريزيديه. حلو ان شاء الله اهم حاجه بموت فيه. وابو صلاح. وابو صلاح. ابو صلاح ومين؟ وتريزيديه. وان شاء الله تريزيديه ان شاء الله. ان شاء الله زي ما الواد قال لك ان شاء الله يجيب اول جول باذن الله. عشمنا فيه كبير، احنا عشمنا في ربنا. أيوة. بس عشمنا فيه هو وفي صلاح كبير. ان شاء الله ربنا يجيبه بألف سلامة باذن الله. ان شاء الله. طب يا معلمة انت ما حكيتليش بقى عن قصتك. ما انا قلت لك في سؤال في عينك انت نفسك فيه. اه. اتفضل. هو السؤال زي ما انا ما قلته لك كده، انا فعلا كنت شغالة في محل سمك. بس حب الناس بص بص لا أهم حاجة طبعا. أمال إيه؟ أمال إيه طبعا؟ أنا من أهم الفيوم حاجة. وبتابعك والله. أنا من الفيوم وبتابعك. طب مصر هتغلب كام؟ هتكسب. أنا حماد، أنا ما أعرفش مصر هتغلب كام، بس أنا بشجعك والله. اسم السيد أبو جندي من بورسعيد. أهلا وسهلا بيك. لا أنا من بورسعيد واسمك أبو العربي. لا ما فيش أبو العربي. أبو العربي عندكم أنتوا. لا احنا لا ابو العرب مصر هتفوز كام بقى؟ بس ابو العرب دي تعرف اصلها ايه؟ اه اصلها دي الانجليز بدخل عندنا. ايوه اخد بالك اسم العربي. ايوه احنا عربي. أيوه. اخد بالك طلع اللقب ابو العرب. طلع اللقب ابو العرب. بتفرج اه وبشيل حاجات برضه. تقول لي الحاجه ايه بقى؟ جميله زي الفل وزي العسل. بسم الله ما شاء الله. الله ينور عليها. يسلم فوقك. جمعة مباركة على حضرتك. ايوه طبعا. امال ايه؟ بس انا عاوز اقول حاجه بقى. انا عاوز اسلم على نور الدين. بس نور الدين اه الحفيد. الحفيد اه. اهلا وسهلا. ايوه غير موقع ايه بقى؟ موقع ابو جنبيليا وتحت السمكه الزرقاء دي فايتر مفروض ب 100 جنيه. دي مفروض ب 100 جنيه ببيعها ب 75 جنيه في العرض اهو. دي اسمها فايتر بتعيش في كوبايه كده بس. دي بقى جايه مستورده من تايلاند. ايوه لا جايه من تايلاند. سؤال اللي في العين الشمال بصراحه بصراحه اه بتكسب. بس انا قلت لك المكسب على قد يعني. انا بص بقول لك نايمه من امبارح. انا جالي برد اديك انت جاي على غفله لاني متغطيه بشيء. أيوة والله العظيم امبارح الدنيا كانت سم. ايوه وجسمي وجعني وعظمي وجعني بس الحمد لله ربنا يقوي. بقف قافه جايه من بعد العشاء من الساعه
8 عم بجيب الشغل واغير المايه زي ما انت شايف كده في الاكياس واغير هواء واجدد هواء للمايه واجدد هواء للسمك كده لازمه عشان السمك ما يموتش مني زي ما انت شايفه كده بص يا حسن نزل لي الهواء السمك فيه غش ازاي بقى في عش ازاي يعني غش لا غش لا لا بس كده الحاجه انا غش ليه مسفراها المنيا ايوه طبعا لما يجي واحد يشتري حاجه لما يجي واحد يساله نقول له مصر هتفوز بك انا مال امي انا مال امي لا مصر هتفوز انا مال امي انا ومال مصر انا مش من مصر انا من شبرا طب قول يا بتاع شبرا مصر هتفوز كام ان شاء الله مصر هتفوز 6 وببالغ في الموضوع بس انا متفائل 6 باذن الله اه وصلاح هيجيب حاجه لا صلاح كده كده هو اللي يعني حتى لو ما جابش بيساعد هو اللي فتح المصر من غيره شفت بقى الناس كلها بتشكر فيه والناس كلها بتحبه انت عايز ايه اكتر من كده صلاح واللي ربنا بيحبه وبيحبب فيه خلقه بس تريزيديه وانت تريزيديه املنا فيك ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ايوه طبعا بحبه ما بحبش بقول له ربنا معاك ويقويك واحنا بندعي لك من قلبنا انت وابو صلاح وابو مكه مش هنقول ابو صلاح ابو مكه ان شاء الله هيجي بالف سلامه يا ما عدت عليه اكتر من كده يا ما واجه اكتر من كده وان شاء الله هيجي بالف سلامه باذن الله معلمه الناس بتسال وانت بتنزلي كل يوم ولا يوم الجمعه بس لا جمعه وحد بس من الساعه كام كل يوم في حلوان يوم الجمعه يوم بيبقى يوم الخميس من بالليل من الساعه 8 لكن يوم الاحد بيبقى الصبح يوم الحد بيبقى الصبح ايه الساعة 5 كده او 6 طب معلم اخر حاجة بس الناس بتقول لك كنت بتجيب السمك اللي بيمنع الحسد وكده اهو لسه موجود موجود اهو الاسود ده اهو الاسود ده بص على تحت اهو عاوز عاوز يكفيك شر حماتك يكفيك شر العيل ويكفيك شر نفسك ويكفيك شر اللي يخش عندك يكفيك شر اي حاجة وحشة كل حاجة ايوه طبعا كل حاجة يكفيك شر اي عين وحشة حبيبي انا اعزائي المشاهدين مشاهدي موقع تحيا مصر في كل مكان يعني دي كانت تخطيطنا من سوق الجمعه عند المعلمه حنان يعني اشهر بائعه سمك زينه هنا في سوق الجمعه يعني زي ما حضراتكم شفتوا كل حاجه وكل الانواع عندها وكله موجود يعني عندها في سوق الجمعه اعزائي المشاهدين مشاهدي موقع تحيا مصر في كل مكان كان معكم محمد شلتون